ننتقل لمحطتنا التالية يلي رح نتحدث فيها عن أهمية التدريب وأنواعه وتقنياته مع خبيرة التدريب ومهارات الحياة ضيفتنا مريم العيسى. صباح الخير مريم. صباح وكل عام وأنت بألف ألف خير. صباح النور وأنت بألف خير حبيبتي. كل عام وانت بألف خير. أكيد بالبداية مثل ما حكيت سالي حنحكي اليوم عن التدريب. شو رأيك بالتدريب؟ خلينا نحكي عنه بشكل أكثر، نحكي عن أهميته كمان. تمام. التدريب بين الماضي مثل ما بيقولوا والحاضر، من يوم يومنا، من أول ما انخلقنا وانخلقت الأرض كلياتها، مفهوم التدريب هو مفهوم أنه حدا بيعلم حدا، حدا بيوجه حدا، حدا بيعطي خليني أقول إرشادات لحدا معين، فهي موجودة من بداية الخليقة. تمام. نعم. لكن مو بس بدنا نفرق أنه بيختلف كتير عن التلقين أو التدريس، بمعنى أنه التدريس هو أنا بجي بعطيكي درس، بعطيكي محاضرة وبقلك. التدريب مهارة، بيكسبك مهارة، بيعطيكي مهارة تتعلمي مباشرة من خلالها شيء أنت محتاجتي بوقت قصير وخبرة عالية، بمعنى أنه صاحب الخبرة أو صاحب التدريب بيكون عنده زمن طويل، هو دارس ومتعلم وعنده مثل ما بيقولوا حصيلة. تماما. فهي الحصيلة هو دغري عم يعطيكي إياها من خلال خليني أقول أحيانا أيام، أحيانا شهر، أحيانا شهرين، لكن هو بيقدر يوصل لك إياها. طبعا أكيد في فروقات بين المدربين حسب مهارته وحسب خبرته، بيقدر ينقل لك هي المهارة بطريقة أسرع وأسلس. نعم. يعني مريم دائما نحن بلقاءاتنا وحواراتنا بنحس انه الشيء اللي بيكتسبه الانسان من الحياه هو بيعطيه خبره، ولكن احيانا في شغلات بتاثر عليه من المحيط بشكل عام، هو اكتسب شيء واحيانا بيشوف من المحيط شيء ثاني، ايضا نمط التربيه، فقديش المهم ايضا يكون في توازن يقدر هو يحقق توازن، يقارن ايضا بين افكاره بين تربيته وبين المجتمع الخارجي اللي هو عم يتعرض له، كثير عم نتعرض لشغلات هي خارجه احيانا عن المالوفه ومنصادف في الشارع ايضا، ولكن قديش لازم يكون متوازن لانه احيانا بصير في اختلال بالنفسيه، يعني في عنده تشتت. يعني صحيح، كثير حلو هذا الكلام. بقول لك ليه؟ لانه هو صلب التدريب اللي عم نحكي عنه، لانه كونه انا يعني كنت تحت الهواء عم بحكي انه شو بدنا نحكي عن التدريب بشكل خليني اقول تخصصي اكثر. نحن بندرب الاشخاص كيف هن يقدروا يديروا حياتهم، مثل ما انت عم تقولي. واليوم لما حدا بيسالنا نحن كمدربين انه شو بتشتغلي، بقول له مدربه. مدربه شو؟ مدربه تنميه. شو يعني مدربه تنميه؟ هذا هو صلب الموضوع، انه مدربه تنميه بمعنى انه انا وجه الاشخاص لحتى يعرفوا هن يديروا حياتهم ويشتغلوا صح بحياتهم. انه انت عم تقولي انه هذا الشخص ممكن هو يضيع او يتشتت، فانا كيف ممكن هو يقدر يكتسب هذا الاتزان؟ نعم. لحاله ما بيقدر، لهيك عم اقول لك نحن بحاجه لمرشدين حوالينا واشخاص يساعدونا. فهدول المرشدين او اللايف كوتش او المدربين الشخصيين، مدرب شخصي. المدرب الشخصي لا يعني فقط اللايف كوتش او المدرب الكوتش اللي هو مدرب اللياقه البدنيه. لانه اليوم لما بقول له مدرب، لاي حدا بيقول لي او مدربه، مدربه شو؟ مدربه رياضه؟ فاكيد مو مدربه رياضه. لايف كوتش ومدرب حياه. تمام. بمعنى انا انت اليوم واليوم بالذات، يعني ليش قلت لك حلو كلامك؟ لانه اليوم بالذات زحمه الحياه والسرعه اللي صارت بالحياه والتربيه او الاثار اللي تركتها التربيه، انا ما راح لحق اقول للشخص رجع تربى من جديد. ليه؟ لانه انا بدي اهله يكون عندهم نوع من الوعي الجديد لحتى يقدروا هن يربوا، مش عم يرجعوا من الصفر. بالضبط. فانا بدي رجعه من الصفر صعب، لكن انا ممكن اكسبه هاي المهارات اللي بخليه يحس بحيث حتى التوازن واعتماده ومعرفته ووعي ذاتي على نفسه ما نو سهل. يعني اليوم كثير بنتعرض لاشخاص بيجوا بيحكوا بيشتكوا مثلا باستشارات معينه انه نحن ضايعين مشتتين، الامور ما عم تزبط معنا. ليش ما عم تزبط معنا؟ ما بيعرف. طب انت شو بدك؟ ما بيعرف. انه بينصدم بالسؤال، يعني انت شو بدك من الحياه؟ صحيح. شو بدك تعمل بالحياه؟ هو عم بيراقب العالم كيف عايشه وانا عم عيش مثلهم. بالتدريب بيطلعك من هي الدوائر الثابتة اللي الناس عايشتها، انه انا مدرسة جامعة وظيفة زواج وخلصنا. تمام. لا، هو بيطلعك من هي الدوائر ليفرجيكي انه الحياة فيها خيارات كتير، فيها وعي مختلف، حتى على انه على مستوى الاتزان وعلى مستوى المشاعر هو بيقدر التدريب والمدرب طبعا بيقدر هو يرشدك كيف انت ممكن تتزن. طبعا في تمارين كتير وفي تدريبات كتير، لكن احنا عم نحكي بشكل عام، يعني انه هو بيقدر يساعد الاشخاص على الاتزان وبيساعد الاشخاص على معرفة هن شو بدهم ويحطهم على اول الطريق. صحيح. تمام. في ضغوطات كتير عم نعيشها، في واقع عم نعيشه، كيف انت كمدربه حتقنعي الاشخاص انه تعالوا عند مدرب؟ بالرغم بكلياتنا بكل حياتنا في عنا نحن اولويات،
واكيد المدرب حيكون اخر اولويه ممكن نحن نروح عليها. انت كمدربه شو ممكن انت تخبري الاشخاص يلي عم يتابعونا انه المفروض انه المدرب يكون من اولوياتنا لتقدر تتوازن حياتنا بالشكل الصح، يعني نحطه من ضمن الاولويات، يعني شو انت حتفيدي الشخص اللي حيجي لعندك بالرغم من كل الضغوطات اللي نحن عايشينها؟ تمام، رح نسحبه لاول القائمه. تمام، ما رح نحطه باخر القائمه. ليه؟ لانه انا لما بيكون عندي ضغط، بيكون عندي قلق، بيكون عندي توتر، وبيكون عندي 100 مشكله انا ماني عارفه احلها، بيكون عنده مثلا ضغط مادي، كل الضغوطات. تمام. انا حتى الضغط المادي انت بتشعري فيه، شعورك فيه نفس شخص ثاني عنده ضغوطات كثير بالاضافه للضغط المادي. يعني انا عندي 5-6 ضغوطات معينه وقلق وتوتر، الشخص عنده مثلا بس ضغط مادي، هذا لا يعتبر لا يقاس هذا بهذا. حتى الضغط المادي بيجيب توتر، بيجيب طبعاً العصبيه طبعاً، بيجيب حتى بالعائله بيصير الوضع مثل ما قلنا، بيصير صحيح مشاكل كثير. يعني الضغط المادي بيولد ألف ضغط وراه، فهو هذا الشخص اذا عنده ضغط مادي يعني عنده كثير ضغوطات بالحياه. كيف انت بدك تقنعيه بالطريقه الصح انه لا المفروض تروح عند مدرب؟ طيب مثل ما قلت لك، هي فكره إدارة الأولويات. نعم. أول شغلة نحن لما بيجي لعنا شخص، أول شغلة ليش لما قلت لك من شوي إنه نحن بنقول له أنت شو بدك؟ صح. ليش هو ما بيعرف؟ لأنه هو مو مرتب الأولويات عنده، ليه بيضيع الشخص؟ ليش الشخص أحيانا بيكون في ضبابية عنده بالحياة؟ لأنه مو يعني أنا ماشي بطريق ما بعرف لوين رايح، وبالتالي أنا ماني ما في عندي رؤية، ما في عندي وضوح. لما ما بيكون عندي وضوح، ما بيكون عندي رؤية، ما بعرف أنا وين متجه، فبيكون في ضباب. طبعا. فبيصير عندي ضجة بعقلي، ضجة براسي، في اختلاط بالأفكار، ماني قدران أنا أكون متزن، ماني قدران أكون مرتاح. والضغط المادي بيتيسر مثل ما قلت لك، بيتيسر وبيصير أسهل لما أنا بقدر رتب أولوياتي بالأول لأقدر أفكر بشكل صحيح. إذا أنا عقلي مشوش وعندي ضغط مادي حيزيد، ما حيقل الضغط المادي لانه في تشويش. تمام. اساسا صحيح. واحيانا انت كمان قلتي من شوي انه احيانا شخص يكون عنده ضغط مادي فهو بيؤدي الى ضغوطات اخرى، هذا الكلام 100% صحيح، لكن شو رايك بالاشخاص اللي ما عندهم ضغط مادي لكن عندهم ملايين الضغوطات الاخرى؟ 100% عندهم ضغوطات كثير. صحي. ايه صحي ونفسي وكل شيء، هو كله يتبع، لكن بالمقدمه هو النفسي. صحيح. هو اداره هي الامور كلياتها. نعم. بطريقه صحيحه. لما قلتي انا كيف ممكن اقنعه؟ طيب كل الطرق اللي استخدمها فادته، كل الابواب اللي طرقها، كل النصايح اللي سمعها، اذا في شيء استفاد منه فيكمل فيه، اما اذا لا فهو باب من الابواب اللي انا. نعم. متاكده انه هو بيرشده وبيلهمه وبيوديه لمكان. يعني احنا صرنا عمر عم ناخذ استشارات من اشخاص ونساعدهم، اليوم وصلت لمرحله انه احنا 3 جلسات بيطلع الشخص برؤيه مختلفه تماما. حلو كثير. مريم، يمكن ذكرتي ضمن جوابك نقطه كثير مهمه، وهي انه نقدر نحن نعرف الشخص اللي جاي انه الحياه هي ابوابها جدا واسعه وفرصها ما بتخلص. عم نشوف حالات اكتئاب، نفسيته تعبانه، مكتئب، ما له خلق يعمل شيء، ما انه مبسوط بالحياه، وهي دائما نتيجه انه هو مسكر على حاله الاطار. يعني مثلا في فرضا المتزوجه يلي عندها ضغوطات بالبيت مع زوجها، المطلقه ما سكرت الباب بوجهها، يلي لسه هلا خلصت جامعه وما ملاقيه فرصه شغل. فقديش لازم نحن مثل ما قلتي يعني شوي نشوف الحياه من منظار اخر. بيقولوا هلا عم ينظروا الحياة كلها سوداء، لا الحياة ما كلها سوداء، في جوانب إيجابية وجوانب سلبية. قديش لازم نتجه لجوانب إيجابية لنحن مشان نفسنا؟ يعني شوف حبيبتي، اللي بدي أقول لك إنه دائما، واللي بدي أقوله لكل العالم، الطاقة حيث التركيز. وين أنا مركز بتتسع. صح. بتتسع وين أنا مركز. الأشخاص شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك إيه أنا ما بدي هذا الضغط، وما بدي، طالما عم تقول ما بدي وطالما أنت مركز فيه وطالما انت متوجه انتباهك عليه فانت عم تزيده. تمام، لانه الطاقه تتسع وتزداد وين انا مركز. صح. وين انا عم بتفاعل، وين انا عم بحكي. الاشخاص اللي بيكرروا دائما الاحاديث السلبيه كل يوم كل يوم كل يوم، هذا عم بيزيد المشكله ما عم بيقللها، هذا عم بيخليها تتسع اكثر وتتشعب اكثر وتمتد على مسافه زمنيه اطول. انا لما بدي، والاشخاص بيقولوا لك حتى على موضوع التنظير، لا هي فكره مو تنظير، هي الفكره بس مجرد انه لفت نظر، وحتى مو منظار انه انا اغير له المنظار، لا هو المنظار نفسه بس نحن نوسعه. يعني هو شايف بس بخليني اقول بشكل افقي، نحن بدنا نفرجيه انه الحياه فيها كثير. طب انا موجه باتجاه الضغوطات، موجه باتجاه انه انا مكتئب، بس انا بمسكه وبلفت نظره باتجاهات اخرى موجوده بالحياه. فنحن بنحاول نوجه تركيزه لمكان خلي هذا التركيز يشبع، تمام، لحتى هو يقدر يرتد عليه وبالتالي تنعكس على حياته.
أكيد شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة، ونتمنى أكيد الطاقة الإيجابية تنتشر بكل مكان، وكل عام والسوريين بألف خير. شكرا لك. أنت بخير حبيبتي قلبي. شكرا لك مريم، كل سنة وأنت سالمة وعائلتك كلها بألف خير، وإن شاء الله يا رب دائما معك بنشوف عالم هيك شوي مضغوطة، يعني من خلال نحن حوارنا معك توصل الرسالة إنه نحن نتوجه للطريق الصحيح لسلامة أنفسنا واللي حوالينا. أهلا وسهلا حبيبتي. حبيبتي.